قد يفهم الأبناء تجسس الأهل على أنه قلة ثقة بهم، ما يدفعهم إلى النفور والتمرد. إليك سيدتي نصائح تجعلك تحترمين خصوصية أبنائك. تحسسي ولا تتجسسي، واكتفي بالمراقبة من بعيد. حاولي بدل التدخل اكتساب ثقة أبنائك وجاري عمرهم ومتطلباته. ثقي بتربية أبنائك واطلقيهم للحياة. مشاهدينا، بعد ما شفنا هذا التقرير، أكيد تعيش كل أم في تخبط كبير مع تقدم أولادها في السن، حيث أنها تجد أن من الصعوبة عدم التدخل في حياتهم. لمناقشة هذا الموضوع أعزائي المشاهدين، رحب بضيفي في الاستوديو المستشار عبد العزيز المبارك، ويسعد لي مساك أستاذ عبد العزيز. الله يسعد مساك يا أستاذ الدلال، ومساء المشاهدين جميعا. أستاذ عبد العزيز، يمكن موضوعنا اليوم يعني فعلا يعتبر موضوع حساس في ظل الانفتاح اللي ساير، وبالذات إذا كان عندنا أولاد مراهقين. وفعلا السؤال اللي يطرح نفسه هنا، الأم تطيح في حيرة بين أنها كيف في شعرة زي ما احنا نقول بين أنها ما تتدخل في خصوصياتهم، وبين زي ما احنا شفنا في التقرير أنها تتجسس عليهم. صدقتي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحيرة هذه طبعا كبيرة جدا، خاصة لأمهات اليومين الله يعينهم. والحيرة دائما بين أنك تكون صاحب رسالة أو سجان أو جلاد من هالقبيل هذا، لأنه غالبا الآباء سواء كانوا أمهات أو آباء، الأبوين بشكل عام يحرصون ويتمنون أنه أبنائهم يكونون أفضل منهم. وهذا السبب اللي يخليهم حريصين. يعني كلنا يمكن آبائنا كانوا يمارسون معنا هالشيء، وإحنا نمارسه مع أبنائنا الحين. كلنا ودنا دائما نشيد بأبنائنا ونقول أنهم أحسن أبناء، ودنا نسمع إشادات من الناس، وهذا اللي يخلينا حريصين جدا أنهم يسلكون أحسن المسالك والسبل، ويكونون متحلين بالأخلاق والصفات الحميدة، وعندهم كل الصفات الحسنة. وهذا اللي يخلينا دائما في متابعة دائمة، ما ود ولا يعني ولا نبغاه يطلع ولا نص سنتي عن المسار المستقيم هذا. وهذا السبب اللي يخلي الجميع يتعبون، لأن هذا شيء متعب يا أستاذ دلال، شيء متعب، لأنه كونك تراقب شخص، وهذا الشخص يعني خاصة المعاناة اللي نلاقيها دائما هي في سن المراهقة، اللي هي من تقريبا سن 12 للسن 22 تقريبا. وهذه الفترة الإنسان سواء كان ذكر أو أنثى يمر بتغيرات جسمانية، تغيرات نفسية، تغيرات فكرية، كل الأشياء هذه في عنفوان في داخله قاعد ينطلق، في طاقات قاعدة تتفجر أحيانا هو ما يحس فيها. طب خليني أضيف لك شيء. يمكن الحين احنا الوقت اللي احنا نعيشه، الله يعين الاهالي صراحه على التربيه كمان، لكن فعلا في تربيه خارجيه الحين اللي ساير في الانفتاح اللي ساير. احنا ما نراقب، لكن الحين العالم كله انفتح، اكيد حتى الاطفال اللي هم الاطفال معهم هالاجهزه الذكيه والاستقبالات اللي يستقبلونها كمان، هذا كلها تاثر في فكرهم في سلوكهم. الام هنا المسكينه والاب كمان مشارك معها في التربيه، كيف يقدرون يتصرفون؟ صحيح صدقتي. اضافه الى تعليقك يا استاذ دلال، ويمكن احنا تكلمنا قبل الهواء انه لو كانت اجهزه او وسائل الاعلام هذه منضبطه ما في مشكله، زي مثلا القنوات الرسميه والاجهزه الرسميه، لكن الحين صاروا يتلقون من اشياء احيانا فرديه، اي واحد يقدر يفتح له قناه في اليوتيوب ولا في اي مكان ويعبر افكار في اي وسيله تواصل ويقول بدون مراعاه اصلا للفئه العمريه اللي بتشاهده او البيئه الاجتماعيه او اي شيء. طيب، وهذا يزيد العبء علينا أكثر. لذلك إحنا لازم نلجأ إلى أنه المراهق أساسا هو محتار، يعني نصف إنسان كامل ونصف طفل لسه، هو يعني محتار ويبغى يثبت ذاته في نفس الوقت. لذلك لازم نمنحه الفرصة عشان يثبت ذاته، وهذا لا يتم إلا عن طريق الموازنة بين زي ما ذكروا في التقرير بين التجسس والتحسس. يعني التجسس الله سبحانه وتعالى نهى عنه في القرآن، ولكن في التحسس اللي ذكر في سورة يوسف عليه السلام. وهذه عشان أنا أتوازن لازم أسوي إجراءات تتطلب مني جهود إضافية، وتتطلب مني أني أضبط أعصابي شوي. مواكبة. أيوة المواكبة، كيف أواكب؟ وهذا التعب، لأنه الأب والأم هم أصحاب رسالة في النهاية.
كيف أواكب هذا الشيء؟ يعني الزمان يختلف من جيل لجيل، وزي ما ذكرتي أنت يمكن قبل ما نبدأ ربوا أولادكم بزمان غير زمانكم. نعم يعني. لكن اللي يصير وشو؟ إن إحنا نبغى نفرض عليهم نفس التربية اللي تربينا عليها. طب خلينا نجي الحين للأساسيات، إيش اللي مطلوب من الأم وإيش اللي ينتظره بالذات البنت المراهقة من هالأم في الوقت اللي إحنا عايشين فيه الحين؟ طيب نجد إنه في ناس أحياناً لما يتعبون يقولك خلاص أنا بعطيهم الثقة فينفلت. إحنا لا، نطلب التوازن. أول شيء لازم تتم يعني التحسس اللي هو المراقبة، مش المراقبة المباشرة أو اللصيقة أو اللي يحسون ولا فيها، ولا تكسر شخصية كمان المراهقة اللي عندنا كمان. نعم نعم. ثاني شيء لازم نشركهم في يعني نعطيهم الثقة ان احنا نعطيهم بعض اسرارنا، عشان في النهاية انا هو يجي يعطيني بعض اسراره، صح ولا لا؟ ثاني شيء لازم ما اقلل من قيمته ابدا. يعني مهما اذا في بعض المراهقين ولا بعض الابناء يجون احيانا يقولون لنا شيء، يقترحون فعالية معينة نسويها او شيء معين حدث معين، او يبدون وجهة نظرهم في شيء، ابدا ما نقلل من قيمتهم. ثاني شيء نبتعد عن المقارنة نهائيا. مشكلتنا ان احنا اذا جينا ذا ولد فلان ولا أيوة اختك وشوف ولا فلان شوف فلان سوى وشوف فلان سوى. لان ترى على فكره السنه الالهيه في الكون انه الناس مختلفين في القدرات. يعني انا ممكن اكون مميز في ناحيه معينه، فلان من الناس مميز في ناحيه اخرى. طب هذا كله ممكن يسبب رده فعل للمراهق والمراهقه. نعم. انهم يصيرون عندهم خصوصيه اكثر. نعم. تلاقيهم في عالم منغلق عشان يثبت انه انا مختلف عن غيري. احيانا يجي احباط، احيانا يجي نوع من الاحباط. طبعا ما افرض عليه صداقات معينه. لاحظ بعض الاهل اللي تمشي او البنت ولا الولد تمشي فلانه ولا تمشي فلان روح مع فلان، هذا الفرض او نفرض عليهم اشياء معينه يسوونها وهم ما ودهم فيها، نترك لهم حريه الاختيار. اضافه الى ذلك، حتى لو اختار الابن شيء ولا الابنه ورحنا، يفضل ان احنا نروح ونسانده. زين، يعني مثلا اختار يمارس رياضه معينه ولا هوايه معينه، نروح نسانده. في نفس الوقت لا نحاول نتذمر من كثير او نقسو عليه لما يقول خلاص ما ابغى او يغير رايه في الموضوع. لان هذه المرحله لسه مرحله استكشاف، لسه ترى هو قاعد يكتشف. انت قلت نقطه مره مهمه انه احنا ما نتذمر من ابنائنا. غير ان مرحله انهم يسالون كثير صارت مصادر تلقي المعلومات عندهم بشكل منفتح. نعم. جدا. نعم. يعني فحتى اجاباتنا احنا لابنائنا لازم تكون منفتحه اكثر، ولازم يستوعبون انه احنا فاهمين الموضوع اللي نبغاه، عشان ما يلجؤون لوسائل ثانيه او ياخذون الاشياء من مصادر اخرى. صحيح. واللي يصير يا استاذه دلال غير انهم ياخذون مصادر، هم يبنون صور في خيالهم. فيبدا مثلا هو يشوف مثلا مشهور عن طريق مثلا وسائل التواصل انه يسوي حاجه معينه يبغى يسوي زيها، مثلا اما هوايه ولا رياضه، وممكن يكون مثلا اجنبي يعني دخيله. نعم. على عاداتنا وتقاليدنا. نعم. هنا نعم. هنا متى الاهل ممكن تتدخل؟ ممكن يقول هذا شيء من خصوصياتي، انا ابغى اسوي كذا، مثلا لبس معين، شيء زي كذا. العالم كله انفتح اليوم، ما صار يعني. صحيح. زي ما نقول احنا صار قريه صغيره في المعرفه. صحيح. هنا نجي للطريقه، طريقه النصح والموعظه لازم تكون باسلوب حسن. يعني نستخدم دائما الاشياء العبارات الايجابيه، الاساليب الايجابيه في الافتتاحيات. ولما نجي نبغى نقول نحاول ندخلها بشكل غير مباشر او نستدرك، الاستدراك اللي ما يكون مؤثر على الابن. يعني ترى انا احبك وانت تسوي اشياء كويسه وانت، يعني الاحتواء. الاحتواء بعدين ابدا اقول عن الشيء المهم، انه ترى اللي يصير احيانا ممكن يكون تلميح مو بتصريح. طب هذا كله كسب ثقه. يعني هل ممكن نقول هذا تكنيك معين للامهات ممكن يتبعوه مع الابناء عشان يمتصوهم ويكسبون ثقتهم؟ اكيد طبعا. زي ما قلت لك، من اهم التكنيكات انه انا اعطيه اسرار. اني انا اعطيه مسؤوليات، اقول ترى انت مسؤول عن كذا سوي كذا، وحتى لو لا سمح الله اخفق ما اقسو عليه. ايضا طريقه الحوار اللي يجب ان تكون ايجابيه. في حاجة مهمة نغفل عنها كثير جدا، وهي احتضان أبنائنا كل فترة. احنا لما يكبر الولد ولا البنت شوي، احيانا ترى بعض الناس يقول عيب اني احضن ابني ولا اضمه، ولا ترى من اهم واخطر الاشياء ويمكن تكون هي الفيصل احيانا، انك دائما تحتضنهم
تقبلهم، تحسسهم باللمسة الأبوية الحانية. هذه لمسة إنسانية، هو إنسان يحتاج هذا الشيء. أحيانا هذا العناد اللي في داخله ممكن يكون مسوي فكرة عنك أو مسوي شيء في ذا، لما تحتضن ابنك ولا أنت تحتضني ابنتك تلاحظين أن الأشياء تبدأ تتكسر، تذوب، تتبخر. وهذا هو المهم، في حاجة اسمها التربية بالحب. حتى وهم نائمين على فكرة، تقبيل الأبناء وهم نائمين ترى هذا يعني عليه بعض الدراسات أنه يؤثر على نفسياتهم. فإذا مشكلتنا أن احنا هم كل ما أبعدوا، يا احنا نجي نعنفهم أو نقول لهم ما يصير بعد ما يطيح الفراس بره زي ما احنا أيوة. أو بعض الناس يتركهم يقول خلى بعدين يطيح الفراس يجي خطأ. يجب أن نكون على مستوى واحد معهم، لكن طريقة تواجدنا، طريقة حوارنا، الأفعال اللي نسويها لازم تكون إيجابية، احتوائية، حنونة، لأن في النهاية هم يحتاجون هذا الشيء. طيب أستاذ عبد العزيز، لما نرجع أصلا من الأساسيات، أكيد أبنائنا حيكبرون ومرون بمراحل مراهقة، يمكن أنت مو كل الوقت ولا طول العمر مع أبنائك. قد إيش مهمة تربية الأبناء على الرقابة الذاتية؟ يعني أنا يتهيالي أن الرقابة الذاتية ممكن إذا فعلا الإبن تربى فيها يمكن يتلاشى أشياء كثيرة مع الأهل. طيب جميل جدا. أنت أثرتي نقطة يعني أنا كثير أثيرها في اللقاءات حقتي وفي البرامج التدريبية، أنه إحنا للأسف في خلط بيننا بين الخوف والاحترام. يعني أشبهها لك بتشبيه بسيط، إشارة المرور لو فيها شرطي ولا كاميرا كلنا كل واحد واقف كذا ما يلتفت، لا بالقانون ماشي أيوة. إذا في أحد، لأنه من الرقيب الذات إذا ما فيها شيء من هالقبيل الناس تلف على بعض وتقطع الإشارة، هو الرقيب الذاتي اللي أنت تكلمتي عنه. أول شيء إحنا يجب، إحنا في بعض الناس يقعد يوعظ أبنائه يقول لهم مخافة الله وذا، وهو على النقيض تماما يسوي أشياء صور ثانية تناقضات. أيوة تناقض. فأول خطوة لازم أنا أقوم نفسي، تكون علاقتي أول شيء مع الله سبحانه وتعالى كيف، هل أنا مراقب لله في كل شيء اللي هو الرقيب الذاتي. لما أنا أكون كذلك ودائما يشوفوني هالشيء كذا، هم يبدون هذا الشيء ينزرع داخلهم، فالتوجيه اللي بوجههم بعدين راح يقبلونه اللي هو على القيم. إضافة إلى ذلك أنه الإشراكهم في أعمال اجتماعية ولا خيرية ولا تطوعية مهم جدا، حتى لو في المسجد القريب يعني لو الجيران تنمي أيوة قيم ومفاهيم. نعم نعم، لأنه أنا لما أربيه على العطاء وعلى التعامل مع الآخر بحب وإيجابية، بعدين هو الأشياء اللي ممكن يسويها غلط في ناس في أشياء يتأذون منها الناس، فيكون عنده اللي أنت قلت عليه الرقيب الداخلي، هذا الفلتر، هذا الحاجز. إذا أول شيء علشان أسوي هذا الحاجز لازم أنا أشوف أنا هل أنا مطبق تماما لهذا الشيء ولا لا. يعني لا تنهى عن خلق وتأتي بمثلي، يعني أنا حاك أقول أنصحك وأنا خلاف ذلك. ها؟ ما تطبقوا يعني أفضل يعني شيء ممكن يقول لأبي يعني شوف نفسك. نعم هو دائما أستاذ الدلال التحدي دوما، هي الكلمة المشهورة التحدي دوما في التطبيق. سهل أن احنا ننظر ونقول كلام وده، لكن في التطبيق أول شيء نطبق على أبنائنا، لأن هذه التربية التربية السلوكية اللي اتبعها النبي صلى الله عليه وسلم. ترى فكرة النبي ما كان يستخدم المواعظ كثيرا أبدا، يمكن من الناس اللي ما استخدم المواعظ اللهم صل وسلم عليه، كان دائما توجيهه بالسلوك. عشان كذا لما سئلت سيدتنا عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان أقول قول القرآن، يعني يمشي بالقرآن. هذه حتى لو نجي أكثر ناس انشروا الدين الإسلامي التجار، ما وشلون بالأخلاق، بالأخلاق. فإذا أنا عشان أوجه أبنائي لازم أنا أكون على خلق وعلى مثل، ما هو بيكونون. أنت ذكرت يمكن شيء مهم جدا، إنه في بعض الآباء والأمهات يكون بينهم ممارسات أو أحد منهم ممارسته والأبناء يطلعون مثله. نفس الشيء أنا إذا بحسسهم بالتجسس وبقلل من قيمتهم وبعنفهم راح يمارسون هذا الشيء على الناس اللي أصغر منهم وعلى أبنائهم في المستقبل. عارف أستاذ عبد العزيز، أنا من جد أقول الله يكون بعون الأهالي بالذات اللي يربون هالجيل اللي موجود، يلاقوها من وين ولا من مصادر التربية صارت مختلفة. صح. في ناس تقول لك المدرسة تربي، الشارع يربي على حسب بيئتك، التواصل الاجتماعي. صح. والإعلام كمان صار يربي وصار يعطي أمثال وقيم، يعني صار في تخبط. يعني بعض المرات من جد في بعض الأمهات والآباء يحتارون يقولون مين الغلط، إحنا ولا هم، ولا هم اللي حيربونا. يعني أحس في مشكلة سايرة، بس إيش هالمشكلة ما نعرف وش تكون. أنا أقول لك على مثال بسيط. هلو. أنا ابني في واحدة من المدارس، واحد من الأساتذة يقول لهم اللي لما يجون يشتكون من فلان ضربني، يقول كل الرجال ياخذ حقه بيده.
استاذ ثاني يقول لهم لا ممنوع في نظام في اذا صار في تضارب فهو جايني يقول يا بابا انا ما ادري ايش اسوي. فقلت له انت تسوي العقل، وش العقل؟ طب هذه نقطه انت قبلها قلت نقطه مره مهمه. هذا ابن جاي يحكي لابوه صح، في انفتاحيه في شفافيه في العلاقه وما في كمان انه مراقبه، فهذه النقطه اللي احنا نبغى نوصلها مع ابنائنا انهم يحكوا لنا ايش اللي يصير. وهذا المهم اللي هو لما نفتح نعودهم على الانصات من والتواصل يكون مفتوح بيننا وبينهم. وذكرت لك مثال بسيط، احنا نشوف مثلا واحد ما قد طلع من بيتهم في سن المراهقه فجاه نلقى صورته في التلفزيون مفجر ولا قاتل احد، واحنا نمارس هذا الشيء مع ابنائنا. لما يجي طفلي ولا طفلتي يبغى يتكلم معي اقوم اعطيه فلوس ولا اعطيه جهاز واقول راح العب، ماني فاضي لك، انا من جاي من الدوام مصدع تعبان. وهنا الخطأ الكبير، لازم تستقبله دائما في أي وقت حتى لو أنت تعبان وتحتضنه، حتى لو أنت يعني ما تبغى تتكلم احتضنه ولا انتبه أنه يمكن في مصادر أخرى. نعم هو جاي على فكرة يا أستاذ، لا ولا ليش جاي؟ هو جاي يحكي لك عن شيء يبغى مساندة وخبرتك ورأي الخبير ورأي المستشار عشان تعلمه ويحس انه في شيء يعزه. اقول لك اقرب مثال على ان او اقرب دليل على ان احنا ما مكثفين التواصل مع ابنائنا، شوفي ظاهره التنمر والتحرش في عند الاطفال سواء بنات ولا اولاد، كم العدد اللي صاير فيها. طب هنا يطرح لنا سؤال، كيف انا اربي ولدي وبنتي على شخصيه قويه بدون ما احسسهم انه مثلا احنا لازم نكون اكيد تحت جناح امنا وابونا، لكن بدون تدخلي انا اني تكون شخصيه مستقله عدم ما اثر فيها ولا انتهك خصوصياتها. كيف انا اطلع بنت وولد يكونوا بشخصيه قويه؟ جميل جدا، هذا سؤال مهم جدا. احنا قلناه وكررناه، هو الحوار المفتوح والشفاف مع الابناء، الحوار والحوار بس بطريقه مناسبة لأعمارهم. يعني ابنك ولا ابنتك لما يجون يسألونك يقولون احنا كذا كذا، طيب انت ايش رايك يا بابا ولا ايش رايك يا ماما؟ ايش نسوي؟ انت يلا انا صار لك هالموقف، فهو بيعطيك كذا راي، طيب لو سوينا كذا ايش بيصير؟ تبدا انت تساعده. هنا السؤال، هنا انت عندك الخبرة الأكثر في اشياء هو خبرته هو محدودة، في النهاية هو يبغى يستنير، فانت تفتح لك كذا خيار. هو التفكير الإبداعي عند الأطفال عالي جدا، فلما تفتح لك كذا خانة هو يبدأ يتخيل، خياله أوسع منك أصلا، فيبدأ عنده حلول أخرى. هو كان يفكر في الشيء اللي أنت قلتيه، هو مثلا يشوف في المدرسة أن اللي يضربه واحد يضرب واحد على طول الثاني يضرب الثاني وهكذا. بس الحين صارت الإجابات بعض المرات من بعض الأهالي غير مقنعة للأبناء صراحة، يعني بتلاقي فعلا ابنك يجي ويجاد لك ويقول كذا، أو مثلا شفت فلان ليش معنا أهل فلان كذا معه، صح، مقارنات، وصار فعلا صار مطلع. أيوة. الشاب المراهق صحيح. وهنا أنا قلت في حديثي أنه نبعد عن المقارنات ونزرع هذا الشيء في أبنائنا. يعني انا دائما ترى من الاشياء اللي بهذلتني مع احد من عيالي انه دائما يقول فلان ليش فلان يسوي كذا، فانا اقول له اعطيه مثال دائما، اقول له بابا لو الناس راحت واحد جاء طب في النار ولا طب في مكان معين من الجبل يروح كلنا نطب وراه؟ كل واحد له قدراته، كل واحد له امكانياته له ظروفه، فمع التكرار خلاص صار مره فاهم هذا الشيء. يعني وانا اكلمه يعني عادي يسال دائما يسالني هذا السؤال يمكن مئات المرات واجاوبه نفس الاجابه، بس كل ما سنحت فرصه وشفنا شيء موقف مشابه لشيء اقول لك تذكر يوم اقول لك كذا كذا كذا، شوف هذا كيف يسوي وهذا كيف يسوي، مع انهم احيانا يكونون من اسره واحده ونفس الاب ونفس البيئه وفي تفكير التربية. مختلف اوريدي يعني يكون موجود. فالحوار يعني احنا مشكلتنا ايش؟ ان نحسبهم صغار ما يفهمون او عقلياتهم محدوده، بالعكس تراهم تفكيرهم وحدود عقلياتهم أكبر منا بكثير وما نتخيل قديش عقلياتهم كبيرة، فأحنا لازم نعطيهم المساحة في الحوار، المساحة في التفكير، ونساعدهم أنهم يبنون شخصياتهم، لأنه مش مشكلته هذا المراهق أنه يبغى يستقل، فهو في نفس الوقت هو محتاج الحنان والعطف ومحتاج الدعم. فأنا أعطيه الحنان والعطف والتوجيه ويبغى يفرض كمان شخصيته المراهق. أيوة. كمان فعشان يبني شخصيته أنا أخليه اعطيه الحوار المفتوح، طيب انت اعطني رايك. اذا يبغى يجرب شيء جديد، يعني انا اعرف بعض الاباء يقولون والله استاذ عبد العزيز اذا عيالي قالوا نبغى كذا اروح، يقولوا انا رجال كبير اروح اسويه معهم الناس يضحكون علي، بس هو عشان يكون قريب منهم، عشان ولذلك تلاقين هالنوعيه من الاباء مره يحبونهم يعني منهم. خلق الصداقه. نعم يعني بلاش نكون مثلا
جافين مع ابنائنا، لازم تكون في صداقه وتنظيم. عشان كذا بعض يقول كذا كبر ابنك خاويه باللهجه المصريه، وهذا مثال صحيح. لانه الصداقه والحوار المفتوح على مستوى الفكر، لكن في العواطف لا، انا احتضنك لانك ابني، انت قطعه مني وهذه الغريزه، وانت ايضا تحتاج مني هذا كمان الشيء. هذا الكلام ينطبق على الام في التعامل كمان مع بناتها. اكيد طبعا طبعا هذا شيء ضروري. طب هنا سؤالنا الاخير اللي يدفعنا في الوقت والزمان اللي احنا نعيش فيه، في ظل، انا احطها برضو تحت 50 خط، في ظل الانفتاح وتعدد المصادر، كيف ممكن الاباء يواجهون هذا الانفتاح الرهيب اللي جميل جدا. أول شيء إحنا ذكرنا النقاط، بس أنا بذكر نقطة إضافية مهمة جدا. فضل. عشان أنت تواكب الانفتاح لازم تدخل معهم في هذا الشيء. يعني ما في مشكلة أنك تجي يوم في الأسبوع يوم ينتقد مع ولدك وهو قاعد يلعب بلاي ستيشن، تقعد تفتح معه ورني وش اللي تقولونه في مثلا سناب شات، ولا تقولونه في ولا مين تتابع حتى، ولا ورني من تتابع. يعني انا مثلا اضرب مثلا بابني، انا دائما يجي يقول يا بابا تجي، احيانا مالي خلق وجهي اجلس معه يتفرج على ناس سويديين ناس اسبان، بس الجميل انا راقب اشوف غالبا ما في شيء، حتى لو في شيء غلط يقول يا بابا هم يسوون كذا وهذا غلط، لكن استفاد انه مثلا صار يتكلم اسباني، يتكلم سويدي مع الانجليزي، صار في شيء ترى ايجابي، فانا اقول له برافو عليك. بس خلاص لما تقدم شوي شفته مع اللي يتابعهم حسيت انه خلاص قلت ليش ما جيت سالتك، قلت ليش وين اخوياك ذول يسميهم اخوياك يعني يعني قال لي خلاص يا بابا انا رحت لناس ثانيين ناس زي ولي زملاء. يعني فعلا الاستاذ عبد العزيز مواكبه فكر لازم. ابنائكم لازم في المراحل كلها لازم لازم ندخل معهم بطريقه وديه. في بعض الناس يجي وهات جوالك ولا هات ذا، لا ما شاء الله وش تسوي ذا، بالله بقعد معك اشوف، ما يحسسوا بالمراقبه. نعم. هنا ولا تنتقد عفوا ولا تقلل من الشيء اللي قاعد يشوفه ولا تحتقره، بالعكس قل له طيب ايش استفدت منهم، ابدا اسئله ايجابيه، طيب تفتح الذهن. يعني يا سلام. انا من الاشياء اللي قلتها لولدي قلت ليش ما تكلمهم وانت تتواصل معهم، ليش ما تقول لهم تدعوهم تعطيهم فكره عن الاسلام. وفي واحد فعلا هندي سوى له ذا وقال ارسل لي كتب وارسل له واسلم، شيء جميل يعني اني زرعت فيه، فهو فرحان الحين يقول خلاص هذا. يعني استاذ عبد العزيز نلخص حوارنا الذي لا يمل، الانفتاح وثقافه الحوار المفتوح مع ابنائنا المراهقين. نعم. مع المراقبه الرشيده بالاضافه الى جرعات الحنان اللي يحتاجونها والتوجيه، هذا مهم، التوجيه بطريقه مناسبه. طبعا اكيد كل الشكر لك الاستاذ والمستشار عبد العزيز المبارك على وجودك معنا اليوم في فقرتنا في سيدتي. شكرا لكم. اعزائي المشاهدين، اما الان نبقى مع خطوات تساعد كل ام للحفاظ على خصوصيه ابنائها، خلينا نتابع مع بعض. قد يفهم الأبناء تجسس الأهل على أنه قلة ثقة بهم، ما يدفعهم إلى النفور والتمرد. إليك سيدتي نصائح تجعلك تحترمين خصوصية أبنائك. تحسسي ولا تتجسسي، واكتفي بالمراقبة من بعيد. حاولي بدل التدخل اكتساب ثقة أبنائك وجاري عمرهم ومتطلباته. ثقي بتربية أبنائك واطلقيهم للحياة. في سيدتي بعد الفاصل. بعد أن أحبت تصميم الأحذية، نبيل الصباري لسيدتي حولت زباري إلى قطعة تناسب المرأة.